من المهم جداً تحديد أهداف الشخصية المسرحية، أو بمعنى آخر على الممثل أنه يسأل نفسه شو بدها الشخصية بكل مراحل النص. طيب، إذا هالأهداف هي المحرك الأساسي لتطور الأحداث بالنص، إذن كيف منحددها؟ مرحبا، أنا إليان، كوفاوندر شركة أدوار للمسرح والفنون التشكيلية، وهالفيديو مقدم من الشارقة لتطوير القدرات. مسؤولية فهم النص المسرحي ما بتوقع فقط على عاتق الكاتب، وإنما على عاتق الممثل أيضاً، فعليه إنه يفهم ويحلل النص من كل جوانبه ليقدر يلعب الدور بشكل صحيح. أولاً على الممثل إنه يحدد الهدف الأساسي للشخصية التمثيلية. مثلاً بنص معين في يكون الهدف الأساسي للص هو السرقة والهروب والعيش بسلام وكأن شيئاً لم يكن، وبيرجع بيتحول الهدف بمشهد تاني للتهديد، تهديد أحد الضحايا أو حتى قتلهم ليقدر يحصل على المال، وبيرجع بيتغير الهدف بالمشهد الأخير ليصير الهروب من الشرطة والعيش بسلام. من بعد ما نحدد الهدف الأساسي منقسم النص لعدة مشاهد، وبكل مشهد منكتشف الأهداف الثانوية، وهيك على الممثل إنه يدرس أهداف الشخصية التمثيلية من كل جوانبه وبكل النص ليقدر يؤدي الدور بشكل صحيح.